أسعد الله صباحكم أحبائي الطلاب، أسعد الله صباحكم مدرسي مادة الجغرافيا. معكم الآن سنكمل درس القوة الخفية، سنتابع فيه من الدرس الأول من وحدة المناخ. سأتشارك الدرس مع أحبائي الطلاب من ثانوية بسام حمشو وثانوية أحمد الشرقاوي. سأتعرف عليكم الواحدة الوقت الآخر. بيان موسى باشا، غفران سليمان، وردة الصالح، رجاء عامر، بلال ياسين، بلال نصر، حسن الزين. أهلا وسهلا بكم، معكم المدرسة رنيم المبيض من مديرية التربية في محافظة حماة. الآن سنتابع ما أكملناه في الدرس السابق. الرياح، نتعرف طبعا في هذا الدرس على الرياح التجارية، رحلة لا تنتهي. من يقرأ لي النص؟ ما هي الرياح التجارية؟ ورد. تهب الرياح التجارية على نحو نصف مساحة كوكب الأرض، وتتصف بانتظام هبوبها طوال أيام السنة، وهذا يجعلها تؤثر تأثيرا بالغ الأهمية في نقل الطاقة الحرارية وبخار الماء من منطقة أخرى. أحسنت. إذا الرياح التجارية، ما هي الرياح التجارية؟ الرياح التجارية تهب على نصف مساحة كوكب الأرض. الآن طبعاً ستوجد لنا صورة تبين لنا موقع الرياح التجارية. تهب على نصف مساحة كوكب الأرض وتتصف بانتظام هبوبها، وهذا يجعلها تؤثر تأثيراً بالغ الأهمية في نقل الطاقة الحرارية وبخار الماء من منطقة إلى أخرى. لنتعرف على آلية تشكلها يجب علينا إجراء الخطوات الآتية. أقرأ وأحلل الشكل الآتي لتحديد مسار الرياح التجارية واتجاهها في نصف الكرة الأرضية، ثم علينا ملء الفراغ. لدينا طبعا هذه الصورة تبين لنا نطاقات الضغط الجوي الرئيسية. يوجد لدينا 7 نطاقات للضغط الجوي. ما هي نطاقات الضغط الجوي الرئيسية؟ من يعدد لنا نطاقات الضغط الجوي الرئيسية؟ هي عبارة عن 7 نطاقات. حسن. سأقول شيء، أن نطاق الضغط المنخفض الاستوائي. أحسن. أين يوجد نطاق الضغط؟ على خط الاستواء، درجة العرض صفر. أحسن. إذن عند خط الاستواء عند درجة العرض صفر. تمام. إذن عندنا بالنسبة طبعا الضغط المنخفض الاستوائي قلنا طبعا يوجد عند درجة العرض طبعا صفر. النطاق الثاني، أن نطاقات الضغط المرتفع شبه المداري. أحسن. عند درجة العرض نطاق الضغط المرتفع شبه المداري، شمال وجنوب خط الاستواء. إذا هما نطاقان للضغط الجوي. أحسن. نطاقات الضغط المرتفع شبه المداري. أحسن. نطاقات الضغط المنخفض للقطبين. أحسنت. إذا نطاقات الضغط المنخفض، نطاق الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين عند درجة العرض شمال. أين يوجد نطاق الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين؟ عند درجة العرض 60 درجة. إذن شمال وجنوب خط الاستواء. تمام. الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين. شو أخشى؟ أن نطاقات الضغط المرتفع للقطبين. إذن أحسن. نطاق الضغط عند القطبين يوجد لدينا نطاق الضغط المرتفع للقطبين. ماذا تكون درجة الحرارة في منخفضة؟ أحسن. إذن تكون درجة الحرارة منخفضة. طبعا تحدثنا في الدرس السابق أنه درجة الحرارة علاقة عكسية مع الضغط. عندما يكون الضغط مرتفع تكون درجة الحرارة منخفضة. طبعا مرتفع إلنا تقل درجة الحرارة. عندما يكون الضغط منخفض ترتفع درجة الحرارة. فعند القطبين تنخفض درجة الحرارة، بالتالي ماذا يحدث؟ يرتفع. يحدث ضغط طبعا ضغط نطاق ضغط مرتفع. إذا عندنا نطاق الضغط المرتفع للقطبين.
الآن سنتحدث بعد أن تعرفنا على نطاقات الضغط الجوي الرئيسية، إذن وطبعاً حصدناها بأنها 7 أنطقة للضغوط الجوية. الآن سنتعرف على أنواع الرياح. من هذه الرياح الرياح التجارية. الرياح التجارية كما ذكرنا في النص أنها تهب على نصف مساحة الكرة الأرضية. كما تعلمنا سابقاً أن الرياح تنتقل من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض الاستواء، من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. فالآن ننظر إلى الصورة، من أين توجد الرياح التجارية؟ لاحظوا على السهم، السهم يشير إلى اللون البرتقالي. من أي ضغط تنتقل الرياح التجارية؟ من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض الآسيوي. إذن أحسنتي. إذن من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض الاستوائي. سواء كان شمال أو جنوب خط الاستواء. شمال خط الاستواء أو جنوب. طبعاً هذه الرياح تعبر خط الاستواء. ماذا يوجد هناك عند خط الاستواء؟ قوة كورليوس. أحسنت يا بلال. إذن قوة كورليوس. قوة كورليوس ما وظيفتها؟ بلال. تحرفها إلى يمين اتجاه الأصل في نصف الكرة الشمالي. أحسنت. لتصبح رياحا، ما نوع هذه الرياح في نصف الكرة الشمالي بلال؟ جنوبية. شمالية شرقية. أحسنت. وفي نصف الكرة الجنوبي؟ جنوبية شرقية. بيان جنوبية غربية. جنوبية شرقية. شرقية. إذن الرياح التجارية تسمى شرقيات. إذن ما اسم الرياح التجارية؟ شرقيات. يعني اتجاه الشرق لازم يكون موجود في هذه الرياح. فلدينا الرياح التجارية تهب على نصف مساحة كوكب الأرض. لاحظوا، هي تهب من الضغط المرتفع شبه المداري عند درجة العرض 30 إلى الضغط المنخفض الاستوائي عند درجة عند خط الاستواء عند الدرجة 0 شمال وجنوب خط الاستواء. انتبهوا، تحرفها قوة كورليوس لتصبح رياحا في النصف الشمالي، رياحا كان اتجاهها شمالية شرقية. أما في نصف الكرة الجنوبي رياحا جنوبية شرقية. إذن رياحا جنوبية شرقية. هي بالنسبة للرياح التجارية. لدينا النوع الثاني من الرياح، هي الرياح العكسية. من يقول لي من أين تنشأ الرياح العكسية؟ يلا، الرياح العكسية من، لاحظوا هي بالأسهم ذات اللون الأخضر. من أين تهب؟ من وردة، ميناء، من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض للدائرة القطبية. أحسنتي. إذا تهب الرياح العكسية من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين. الضغط المرتفع شبه المداري عند أي درجة عرض يكون؟ 30. عند درجة العرض 30. أما الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين؟ 60. عند درجة العرض 60. كذلك الأمر. طبعاً الرياح العكسية بنسميها غربيات. إذن الرياح العكسية ماذا تسمى؟ غربيات. أما الرياح التجارية؟ شرقيات. شرقيات. إذن عندنا الرياح العكسية أو من إلا الرياح الغربيات. طبعاً تكون هذه الرياح إلنا تهب من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين. يحرفها قوة كورليوس لتصبح، ما اتجاه الرياح في نصف الكرة الشمالي؟ يلا، ما اتجاهها؟ رياحا جنوبية غربية. جنوبية. أحسنت يا رجاء. جنوبية غربية. إذا الرياح في نصف الكرة الشمالي تكون رياحا جنوبية غربية. أما في نصف الكرة الجنوبي ماذا تكون؟ ما اتجاه الرياح؟ جنوبية شرقية. جنوبية شرقية. هل هذا صحيح؟ لاحظ يا بلال، هذه الرياح ذات اللون الأخضر. ما عم نحكي على الرياح التجارية. حسن. شمالية غربية. أحسن. شمالية غربية. لاحظوا اتجاه الرياح، شمالية
غربية. هي لدينا اتجاه نجمة الاتجاهات: الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طبعا عندما يكون السهم بهذا الاتجاه تكون الرياح شمالية شرقية، وعندما يكون في هذا الاتجاه شمالية غربية، عندما تكون في هذا جنوبية غربية، جنوبية غربية، وعندما تكون في هذا الاتجاه شرقية شرقية جنوبية. انتبهوا عليه، أو جنوبية شرقية. وطبعا بالنسبة للرياح، قلنا الرياح بالنسبة للرياح العكسية يكون اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، طبعا كانت رياحا شمالية غربية. لاحظوا هذا السهم يشبه هذا السهم، فكان اتجاه الرياح شمالية غربية. في أي سؤال عليها؟ هي بالنسبة للرياح العكسية. إذا من يعيد لي الرياح العكسية من أي ضغط لأي ضغط تنتقل؟ ستنتقل من الضغط المرتفع شبه المدار عند درجة العرض 30 إلى الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين عند درجة العرض 60 شمال وجنوب خط الاستواء. أحسن. تحركها قوة كورليوس لتكون في النصف الشمالي تكون رياحا جنوبية غربية، وفي النصف الجنوبي تكون رياحا شمالية غربية. شمالية غربية. أحسن. هذا بالنسبة للرياح العكسية. أما الرياح الثالثة هي الرياح القطبية. من أين تهب الرياح القطبية؟ يلا، هي باللون الأزرق. هي باللون الأزرق. يلا، ما اتجاه الرياح؟ رجاء، من نطاق الضغط المرتفع للقطبين إلى نطاق الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين. إذا من نطاق الضغط المرتفع للقطبين إلى نطاق الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين. طبعا من نطاق الضغط المرتفع للقطبين عند درجة العرض 90 شمال وجنوب خط الاستواء إلى طبعا إلى الضغط المنخفض للدائرتين القطبيتين عند درجة العرض 60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء. تحركها كذلك الأمر تسمى الرياح القطبية رياحا شرقية أو شرقيات كما تدعى. انتبهوا، الرياح القطبية كذلك الأمر الشرقيات تحركها قوة كورليوس لتكون. ما اتجاه الرياح في نصف الكرة الشمالي؟ ما هو اتجاه الرياح؟ غفران، شمالية شرقية. أحسنتي، شمالية شرقية. إذا كان اتجاه الرياح شمالية شرقية. أما في النصف الجنوبي جنوبية شرقية. أحسنتي، جنوبية شرقية كان اتجاه الرياح. هكذا طبعا تعرفنا على نطاقات الضغط الجوي الرئيسية وأنواع الرياح الموجودة فيه. الآن علينا أن نكمل آلية تشكل الرياح التجارية. يلا، من بلال؟ تندفع الرياح التجارية من مناطق أي ضغط؟ أحسن. إذن الرياح التجارية تنتقل من مناطق الضغط المرتفع، أحسن، عند درجة العرض 30 شمال وجنوب خط الاستواء نحو منطقة الضغط، أحسن، إذا نحو منطقة الضغط المنخفض الاستوائي. عند خط الاستواء حيث تحركها قوة كورليوس إلى يمين اتجاهها، أحسن، إذا إلى يمين اتجاهها الأصلي في نصف الكرة الشمالي لتصبح رياحا شمالية شرقية، أحسن، في حين تحركها إلى يسار اتجاهها الأصلي في نصف الكرة الجنوبي لتصبح رياحا جنوبية شرقية، أحسن. وبهذا شكرا. وبهذا نكون طبعا وبهذه الآلية نفسها نتحدث عن آلية تشكل الرياح العكسية وآلية تشكل الرياح القطبية. الآن سننتقل إلى نفسر تشكل الضغط المنخفض الاستوائي والضغط المرتفع شبه المداري.
الآن أقرأ وأحلل الشكل الآتي لتفسير تشكل كل من الضغط المرتفع شبه المداري والضغط المنخفض الاستوائي، ثم أجيب. علينا قراءة وتحليل هذه الصورة. كيف يتشكل الضغط المنخفض؟ أين يتشكل الضغط المنخفض؟ عند أي درجة عرض؟ الضغط المنخفض الاستوائي أين يتشكل؟ صفر. عند درجة العرض صفر، أي عند خط الاستواء. ماذا يحدث في درجات الحرارة عند خط الاستواء؟ ترتفع درجات الحرارة. أنتم إذن ترتفع درجة الحرارة، وبالتالي ماذا يحدث للهواء؟ يتسخن الهواء، يتمدد، يزداد، يقل وزنه وكثافته ويرتفع إلى الأعلى على شكل تيارات صاعدة. إذن يرتفع للأعلى على شكل تيارات صاعدة مسببا ضغطا منخفضا. إذن ما من يعيد لي ما هو آلية تشكل الضغط المنخفض الاستوائي؟ كيف يتشكل الضغط المنخفض الاستوائي؟ ما هي آلية؟ فسر تشكل الضغط المنخفض الاستوائي. رجاء. عند خط الاستواء يتكون الضغط المنخفض الاستوائي، تكون درجة العرض صفر، فتكون الحرارة مرتفعة، فيتسخن الهواء ويقل وزنه وكثافته ويرتفع نحو الأعلى على شكل تيارات صاعدة، فيتشكل مؤديا إلى تشكل ضغط منخفض استوائي. أحسنتي. أي طبعا نستنتج أن التيارات الصاعدة تؤدي إلى انخفاض بقيم الضغط ولا ارتفاع؟ انخفاض. دائما التيارات الصاعدة تؤدي إلى انخفاض في قيمة الضغط الجوي. أما انتبهوا، عند درجة العرض 30 ماذا يحدث؟ يتشكل ماذا؟ ضغط مرتفع شبه المداري. إذا الضغط المرتفع شبه المداري يتشكل عند درجة العرض 30 شمال وجنوب خط الاستواء. شمال وجنوب خط الاستواء. لاحظوا بالنسبة للضغط المرتفع ماذا يحدث في طبقات الهواء عند درجة العرض 30؟ تتبرد. أحسنتم، تتبرد. ماذا يحدث لها؟ تهبط على شكل تياراتها، تتقلص ويقل ويزداد وزنها وكثافتها، وتهبط إلى الأسفل على شكل تيارات هابطة. أحسنت يا حسن. انتبهوا، إذا تتبرد، انتبهوا، تتبرد طبعا طبقات الهواء الجو عند درجة العرض 30، طبعا تتقلص، بيزداد وزنها وكثافتها، وبتهبط للأسفل مشكلة ضغطا مرتفع. إذا التيارات الهابطة تشكل لنا ضغطا مرتفع. أما التيارات الصاعدة تشكل ضغطا منخفضا. إذا التيارات الهوائية الهابطة تشكل ضغطا مرتفعا. لاحظوا، إذا التيارات الهابطة تؤدي إلى ارتفاع في قيمة الضغط الجوي أم انخفاض؟ ارتفاع في قيمة الضغط. إذا إلى ارتفاع في قيمة الضغط الجوي. لاحظوا أن الهواء الهابط أو التيارات الهابطة، هذه التيارات الهابطة تسبب ماذا؟ تشكل الصحاري. إذا بما أنها جافة تسبب ماذا؟ تشكل الصحاري. فدائما لدينا التيارات الهابطة هي تؤدي إلى تشكل الصحاري. أما التيارات الصاعدة ماذا تمثل لنا؟ العواصف والأمطار. الأمطار والعواصف والسيول عند تشكل الضغط المنخفض والأعاصير إلى آخره. في أي سؤال على هذه الفقرة؟ يلا لنملأ هذا طبعاً رغا. أفسر تشكل الضغط المنخفض الاستوائي مستعملاً العبارات المفتاحية الآتية: درجة الحرارة، كثافة الهواء، ووزن الهواء. من؟ بيان. ما هو سبب تشكل الضغط المنخفض الاستوائي؟ عند خط الاستواء، عند خط الاستواء ارتفع درجة الحرارة، حرارة الهواء، درجة الحرارة ماذا يحدث له؟ يتمدد الهواء
يرسي وزنه وكثافته، يقل وزنه وكثافته. سنتي على شكل سيارة صاعد مؤدي إلى مشكة. هذا يؤدي إلى تشكل ارتفاع في قيمة الضغط أم انخفاض في قيمة الضغط وتشكل الضغط المنخفض الاستواء. الآن نفسر تشكل الضغط المرتفع شبه المدار. ما هي آلية تشكل الضغط المرتفع شبه المدار؟ يلا من وردة. الضغط المرتفع شبه المداري أين يتشكل؟ عند أي درجة عرض؟ 30 شمال. عند درجة العرض 30 شمال وجنوب خط الاستواء. فماذا يحدث عند درجة العرض 30؟ اقرأي لنا. أحسنتي. إذن يؤدي تبرد الهواء في طبقات الجو العليا عند درجتي العرض 30 درجة شمال وجنوب خط الاستواء إلى تقلصه. أحسنتي. تزداد كثافته ومنه يزداد وزنه ليهبط نحو الأرض على شكل تيارات هوائية هابطة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في قيمة الضغط وتشكل الضغط المرتفع شبه المدار. إذا ملاحظة، يتسخن الهواء ذاتيا، الهواء الهابط ذاتيا بفعل انضغاطه ويزداد جفافه، وبالتالي يتشكل ماذا يشكل لدينا الضغط او التيارات الهوائيه الهابطه؟ ضغط مرتفع. ماذا تشكل لنا اذا زاد جفافها؟ ماذا تشكل لنا؟ الصحاري. احسنتم. اما التيارات الهوائيه الصاعده تشكل تسبب سقط الامطار على العواصف، يزداد طبعا رطوبتها، تمام؟ فبالتالي شو بتسبب لنا؟ تساقط الامطار، تمام؟ هي بالنسبة للضغوط، تفسير الضغط المنخفض الاستوائي والضغط المرتفع شبه المدار. الآن لنبين طبعا تأثير الرياح التجارية في جوانب البيئة الطبيعية والبشرية. أقرأ وأحلل المعطيات. الآن سوف نتحدث، بعد أن تحدثنا عن آلية تشكل الرياح التجارية، سنتحدث عن تأثير هذه الرياح التجارية في جوانب البيئة الطبيعية والبشرية. أقرأ وأحلل المعطيات الآتية ثم أجيب. لاحظوا، لدينا هنا قارة أفريقيا وجزء من قارة آسيا. بالنسبة لقارة طبعاً أفريقيا، في فصل الصيف بتكون أشعة الشمس، تكون أشعة الشمس عمودية على من؟ مدار السرطان. مدار السرطان أين يوجد؟ في أي نصف كرة؟ شمالي. في نصف الكرة الشمالي. فبالنسبة لمدار عنا مدار السرطان، انتبه، لدينا مدار السرطان يوجد في نصف الكرة الشمالي، ومدار الجدي يوجد في نصف الكرة الجنوبي. فماذا يحدث في النصف في فصل الصيف؟ في فصل الصيف ماذا يحدث للضغوط الجوية، يعني طاقات الضغوط الجوية؟ في فصل الصيف بنصف الكرة الشمالي تكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان. فماذا يحدث لديها للنصف الشمالي؟ ضغطا منخفضا. لماذا؟ لأن درجات الحرارة مرتفعة. إذا ضغط
منخفض. أما في نصف الكرة الجنوبي ماذا يحدث؟ ضغط مرتفع. ضغط مرتفع يحدث لديهم فصل الشتاء وبالتالي ضغط مرتفع. ونلاحظ أن الرياح تنتقل من أي ضغط لأي ضغط؟ الضغط المرتفع إلى المنخفض. فبالتالي بفصل الصيف إلى ماذا تنزاح الضغوط الجوية؟ إلى أين تنزاح؟ إلى جهة الشمال أم الجنوب؟ إلى الشمال. إذن لاحظوا الرياح تنتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، وبالتالي انزاحت الضغوط الجوية نحو الشمال. الشمال في فصل الصيف، وهذا ما نلاحظه في هذه المعلومة. في فصل الصيف تكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان، فيؤدي ذلك إلى تزحزح نطاقات الضغط الجوي الدائمة نحو الشمال. تمام؟ في أي سؤال عليها؟ طيب، هي بالنسبة للضغوط الجوية. لاحظوا أنه مدار السرطان موجود لدينا، كذلك الأمر مدار الجدي. في فصل الصيف تكون أشعة الشمس عمودية على من؟ على مدار السرطان. تمام؟ فبيتشكل هون ضغط منخفض، طبعا فوق قارة أفريقيا يتشكل ضغط منخفض استوائي، وفي النصف الجنوبي طبعا الضغط المرتفع شبه المداري على الأجزاء الجنوبية من قارة أفريقيا. وتنزاح الضغوط الجوية طبعا تنتقل الرياح من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. تمام؟ مسببة عن طبعا مسببة هذه الرياح طبعا ماذا تسبب الرياح في فصل الصيف عند عند افريقيا؟ ماذا تسبب؟ هطول الامطار. هطول الامطار. انتم اذا لماذا من طبعا لاحظوا طبعا تكون هذه الرياح محمله بالرطوبه تسبب تساقط للامطار مكونه مكانها ضغط منخفض. اذا لدينا المنطقة طبعا مجرد ما ارتفعت درجة حرارة المنطقة يكون الضغط لدينا منخفض، وبالتالي يسبب تشكل الأمطار والسيول والأعاصير إلى آخره. هي بالنسبة للضغوط الجوية طبعا في فصل الصيف. الآن في فصل الشتاء ماذا يحدث في فصل الشتاء؟ لا في فصل الشتاء تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي. أحسنتم، على مدار الجدي، وبالتالي يتكون في نصف الكرة الجنوبي أو لدينا يتكون في نصف الكرة الجنوبي ضغط. إذن هاي لدينا مدار الجدي وهنا مدار السرطان. في فصل الشتاء تكون أشعة الشمس عمودية على مدار الجدي. تمام، هي في نصف الكرة الجنوبي، فيتكون عند مدار الجدي ضغط منخفض. منخفض. أما في النصف الشمالي ضغط مرتفع، والرياح تنتقل من أي ضغط إلى ضغط سنتم. إذن من المرتفع إلى المنخفض، فبالتالي انزاحت الضغوط من الجوية الشمال إلى الجنوب. من الشمال إلى الجنوب. إذا في فصل الشتاء تنزاح الضغوط الجوية باتجاه الجنوب. وفي فصل الصيف تنزاح الضغوط الجوية باتجاه الشمال. أحسنت. فهذا بالنسبة للضغوط الجوية. لاحظوا عند طبعا خط الاستواء تشكل لدينا ضغط منخفض استوائي. أما فوق قارة آسيا يتشكل في فصل الشتاء ضغط مرتفع شبه مداري، والرياح تنتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. إلى الضغط المنخفض، وبالتالي طبعاً ماذا تمر عند الصحراء؟ تسبب دائماً الرياح الهابطة تسبب الصحاري. لدينا صحاري، صحاري قبلة. من الخرائط مستفيداً مما سبق، يعني من الخرائط اللي حللناها ومن الشكل رقم واحد، أفسر تشكل الصحراء الكبرى وامتدادها بين درجتي العرض 18 درجة و30 درجة شمال خط الاستواء. ما هو سبب تشكل الصحراء الكبرى الأفريقية؟ لاحظوا لدينا من الجداول
نحن ذكرنا سابقا انه من المسؤول عن تشكل الصحاري؟ الرياح التجاريه الهابطه. سنتم. اذا من المسؤول عن تشكل الصحاري؟ تيارات الهابطه. تيارات الهابطه. التيارات الهابطه. لكن لاحظوا طبعا لدينا في صيغه السؤال تشكل الصحاري الكبرى وامتدادها بين درجتي العرض 30 من 18 ل 30. من ما نوع الرياح التي توجد في هذه الدرجتين بين هاتان الدرجتان؟ ما هي نوع الرياح؟ ذكرنا انواع الرياح في مقدمه الدرس. ذكرنا انواع الرياح التجاريه انها رياح تجاريه ورياح عكسيه والرياح القطبيه. اذا لدينا ذكرنا في البدايه انه لدينا في طبعا في طبعا انواع ثلاث انواع للرياح، رياح تجاريه او عكسيه او قطبيه. ولدينا في صيغه السؤال ان الرياح ان تتشكل من طبعا بين ان الصحراء الكبرى الافريقيه تتشكل بين درجتي العرض من 18 ل 30 درجه شمال خط الاستواء. شمال خط الاستواء معناتها هي ضمن اي نوع من الرياح؟ من يستنتج لي؟ الرياح التجاريه. احسنتي. اذا هي من ضمن الرياح التجاريه، والرياح التجاريه من اي ما هو اليه تشكلها؟ من اي ضغط حسب؟ حسبناها بضغط المرتفع شبه المداري الى الضغط المنخفض الاستواء. اذا احسنت. اذا الرياح التجاريه تهب من الضغط المرتفع شبه المداري الى الضغط المنخفض الاستوائي. فهي تقع اذا سبب تشكل الصحراء الكبرى الافريقيه ان وقوعها ضمن درجتي العرض 30 من 18 ل 30 اي تقع ضمن الرياح التجاريه التي تهب من الضغط المرتفع شبه المداري الى الضغط المنخفض الاستوائي، وبالتالي هي رياح تيارات هوائيه هابطه. والتيارات الهابطه تتسخن ذاتيا بفعل انضغاطها وبالتالي تشكل الصحاري. من يفسر لي تشكل الصحراء الكبرى الافريقيه؟ تفضل. إذا سبب تشكل الصحراء الكبرى وامتدادها بين درجتي العرض وقوعها ضمن نطاق الرياح التجارية التي تهب من أي ضغط؟ التي تهب من الضغط المرتفع شبه المداري إلى الضغط المنخفض الاستواء إلى الضغط المنخفض الاستواء، وبالتالي هي ناتجة عن تيارات هابطة. التيارات الهابطة تتسخن من تلقاء طبعا تتسخن ذاتيا ويزداد جفاف ما تشكل الصحراء ويزداد جفاف. وبالتالي تشكلت الصحراء الكبرى الأخيرة. إذا سبب تشكل الصحراء الكبرى الأفريقية هو وقوعها ضمن نطاق الرياح التجارية. من أين تهب الرياح؟ من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض الاستواء إلى الضغط، وبالتالي هي ناتجة عن تيارات هابطة تتسخن. ذكرنا أن التيارات الهابطة تتسخن ويزداد جفافها كلها هذا وبالتالي تشكلت لدينا الصحراء الكبرى الأفريقية. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لليوم. شكرا لكم أحبائي الطلاب، نلقاكم في دروس